اسمي التهامي الشاذلي، رئيس جمعية التنمية والثقافة والرياضة بوكسان. نهار تنظم في إطار اتفاقية الشراكة أكاديمية التعليم ذي النظار، خاصة ذي المصلحة محو محاربة الأمية، وتنظم لقاء جال جمعية ثلاثة جمعية التعاون للتنمية والثقافة الجهوية وجدة، ذي جمعية وكسان للتنمية والثقافة والرياضة، ذي جمعية أزول للموسيقى والثقافة. برنامج نهار التكوين حول برنامج الأساسي يمقرن ديس ديكاتيكية الموارد كذا. إذن ديس أبان مؤثرين تونت وراء ديس رئيس مصلحة محاربة الأمية، ديس السي عبد الله بوغوتا مؤثر تفنسوك مفتيش، السيد الحسن الجاري كذلك مؤطر ومفتش تعليم ابتدائي، السيد عبد الرحمن بن طالب كذلك مفتش ومؤطر في نفس الوقت. إذن عدد المستفيدين نهار تبارك الله نفذ 100 مستفيد ومستفيدة، إذن ثمان الجمعية السرثة إذكا غوم الزواروية. إذن منشطات ليس منشطة كذلك ومنشطين ذي المحاربة الأمية التابعين للنيابة الإقليمية الجمعية ثلاثة. نقدم الشكر الجزيل للسيد النائب الاقليمي للنيابه التعليم ذي النظار، يتسمى خلف هذا اظن غيوفر التكوينه، وكذلك ومثل السي حسن الجاري كذلك يقدم جميع التسهيلات دي مركز تكوين الاساتذه، وكذلك الاخوان المؤطرين كن غادي يحضر تسمى زي النيابه التعليم، وكذلك الاخوان الجمعيه يوسين زي الجهه الشرقيه مثل الجهه الشرقيه، وانتوشا كذلك الجمعيات كن غادي عند جميع المستفيدين المؤطرين، وكذلك جنيدات تاخذ الجمعيه جميع تسمى تساهمنا كاين دي نفس ونيري دي نفس المسار باش دقام التواري دير احسن واحسن باش ديري خدمه للوطن وللجميع، والسلام عليكم.